هدالات التجلي والعيان وحاش وقابين مظله والحواجب. اذا ما تزال ايها الاخوه الكرام الاشواط متواصله، واتواصل انا بالتعليق على الشوط المنطلق على هذا الشوط الذي يحمل في طياته وبين جنباته العديد من الأسماء المنطلقة. أيضا هناك 24 بكرة مشاركة في هذا الشوط، المقدمة مباشرة مع من تحتل الصدارة جبارة لسعيد بن محمد بن خديعة المري، يتربع شعار بن خديعة على مقدمة الشوط، ولكن التغيير على المقدمة من قبل الدكتورة لعيسى بن سلطان بن سند المسيفري، غيرت الدكتورة تعالج أمور هذا الشوط وأيضا جروح وتشفي غليل المسيفري إن فازت بهذا الشوط النقلة والدور. دور المركز الثاني حكمة لحمد بن سهيل بن حفار، شعار الشروط، شعار العديد من الأسماء اللامعة في هذا الشوط، واللظبية النقلة والدور. دور المركز الثالث وصلت الذيبة سعيد بن تركي بن فهيدان، وتليها في رابع المراكز اللي من الجانب الآخر مصيحة لبخيت بن عويضة المري، ونقلة إلى خامس المراكز. الله يا محيشير لقرح بن مقارح المري، ولكن عودتنا إلى الدكتورة، إلى الدكتورة يا سلوم يا مالك الدكتورة عيسى بن سلطان يا أخوي، روح يا بن سلطان. وصلت الذيبة، الذيبة الذيبة، الخوف على الدكتورة من الذيبة، اللحظات الأخيرة والذيبة بدأت تتسلل وتنطلق الذيبة، ولكن ما زالت الدكتورة في مقدمة الشوط. الموقف والصراع قوي، النزاع قوي، ولكن الذيبة وهي ذيبة تتسلل الذيبة وتنطلق مع سعيد بن تركي بن فهيدان المري لتنتزع ناموس الشوط والزعفران والمركز الأول. يا سلام يا سلام يا سلام على التنافس القوي. عادت الدكتورة مرة أخرى، عادت الدكتورة لتطحن المعركة مشاهدين الأعزاء على تحقيق الناموس في هذا الشوط. تهانينا لمالك الذيبة، تهانينا لسعيد بن تركي بن فهيدان على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني ما قصرت الدكتورة عيسى بن سلطان المسيفري، المركز الثالث الضبية الضبية المملوكة لابن حفار، الضبية لسعيد بن حفار. المركز الرابع ثلاث، المركز الرابع محيشير لقرح بن مقارح، المركز الخامس واحد، خامس المراكز حكمة لحمد بن سهيل بن حفار، وأيضا من احتلت المركز الثالث تحمل نفس الشعار. إذا تهانينا لحمد بن سهيل بن حفار، تهانينا.